يا شومي باش نندبوا جيران يا ولادي. شي يأسف، شي يدوخ، شي يهبل، هاي خلفك بقاش نتا يا ولادي. جاتني طفله تو دوب ما علقت انا من 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 لايف اللي حكيت تو تو، وجاتني وحده قالت لي انا شابه عمري 16 سنة. اسمعوا انتم 16 سنه، انا قبل نقل على روحي ناكل في المصبت من عند الاساتذه واخواتي وحاله بصراحه. انا اصلا عجزت باش نعبر تو، عجزت. المهم قلت لك نحب في طفل يقرا معايا وهو يحب الطفلة الأخرى. قالت لي أنا هبلت ومرضت وبقيت في الدار جمعة ما نمشيش نقرأ، علاش؟ على خاطر ثقت بيه، حب صاحبتي الأخرى وما يحبنيش أنا. قالت أنا نهبل ويبقى كان ليا أنا، يعني نحب ليا أنا وكهو. يا بني عمي يا بني عمي، قلت لها شنو هالحديث الحديث تحكي فيه؟ 16 سنه برا لامك تسخن لك كاس حليب وتعطيه لك في بيبرون وتشرب وترقد، خذ فتيته هكا خبز اعملهم بالطماطم وبالسكر وكلهم مرقد. يا بني عمي 16 سنه ومرضت على خاطر صاحبك هذايا او زميلك يقرا معاك، ما كتبش ليك انت، كتب لصاحبتك. يا بنتي يجيك ربي. المهم قتلك والله اللي نيت صدقوني اقسم بالله 16 سنه انا نقل على روحي مشيخه الضحك في الكلاس، ديما نضحكوا ديما نضحكوا ديما نضحكوا ديما، لدرجه ان نمشي ونطلعوا نعملوا سورتي مع الكلاس الكل ما عدا الاستاذ ولا الاستاذه، راه الكلاس الكل نهز رواحنا نمشي نطلعوا للجبل ندور 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 ونروح. يا الشيء هذا اللي كنا نعرفوه، يا حكاية صحبة وحب وغرام ورسائل ودنيا، يا اللي كنا نعرفوه جملة أنا واحدة من الناس فقت بيه عمري 18 سنة وقيل ولا 19 هذي. المهم نكمل ليكم، يعطيها إن شاء الله الرخاء. طفلة مسكينة والله، الطفلة قالت لك أنا ركحت نبعتي في المساجات 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 المساجات، أوب فقت بيا ماما ماما قالت لي بنيتي طفلها وما يحبك. شوفوا انتم لخذه الساعه، بنيتي طفلها وما يحبكش وما شو حاب عليك، سايبي ولد الناس خليه عايش على راحته مع الاخرى، وانت اكبر شويه وتو ربي سهلك في ولد الحلال. يا فضيحه يا فضيحه يا يما، لا من الام لا من بنته، تال مير تال في هذاك هو.